règlement technique de la français. Le développement de l'infrastructure balnéaire, l'infrastructure urbaine en général. On me dit que l'infrastructure urbaine, il y a l'accès à des Mohamedias, la lettre, l'emplacement de la stratégique. Il y a des potentialités, l'emplacement de la maquinage, modouin, bzaf, le Maghreb. Il y a un peu de l'asima, l'ictisadia, l'asima, idaria, où le potentiel balnéaire, le rabat, il y a un jib mohim. Où il y a l'infrastructure urbaine, il y a un جد مهم في الفلوف أوتولية في الدار البيضاء وسكورا ودار بيضاء أيضا كانت منا أن الانفستيسمون بريفي بحالي دابا اللي أون كور دو ديفلوبمون في كازا يكون أون كور زعما أون كور دو ديفلوبمون حتى في المحمدية لوكتخوا دي ديروغاسيون في الدار البيضاء حاليا ساعد يعني هذه العمل الاخرى لي زوتوريزاسيون ديال لي بروجي اللي تعطاو في كازا يعني جد مهمين وعرفوا واحد النمو يعني نقدر نقول لا يعني كازا فوالا ماشي لا باس به اكثر من لا باس به الحمد لله مالوغوزمون باقي ما كانش في محمدية ولكن كانت من الانفستيسمون بريفي في المديرية الجنرال للسياحة ونا كومباني الانفستيسمون بريفي يعني احنا حاضرين في لافاز ديروغاسيون اوتوريزاسيون كان التشجيع ديالنا ديال هاد الاستثمارات السياحية ولاكومبانيمون ديالها من الاول حتى لافاز ديال لوكتخوا اوتوريزاسيون ديكسبلواتاسيون كياخذ حيز كبير من الاشغال ديال المديريه الجهويه للسياحه حتى من لا بروموسيون ولا لي غيد ولا هذا اللي هو سي لو ان ام تي يعني باش ما نخلطوش هذا دونك الاستثمارات السياحيه في المحمديه كنتمناو يكون اكثر من ان شاء الله يعني مثلا المستثمرين بريفي خصهم يعرفوا بالله يا بوكو دو بوتونسياليتي زعما الى جاونا مثلا لا بريفيكتور المحمديه حنايا روني بخي ا لي اكومباني في الدار البيضاء ونوريكم كاع لا بروسيدور يعني اكومبانيو ونتلخر نعطيكم جميع المعلومات السيد والي يشجع الاستثمار هذا الاستثمارات السياحية اكسبت
اكسيبسيونيلمون زعما بلوك با دي دي ديكوراسيون يعني هو المهم باختصار فهاد فهاد الجانب المدير الجهوي السياحه كتخدم بزاف مع الاستثمارات السياحيه. غنرجع للنقطه الاولى اللي هي مهمه لان لوف كولتورال اي نمو سياحي مهم كثيرا. اللي بغيت نعرف هو انه لا الساكنه المحمديه بالذات لا لي توريستم كيجيو المحمديه ما عارفينش شنو هي لوف كولتورال اللي كاينه في المحمديه واللي ديجا اكزيستون. الدليل على هذا ان غنعطيكم غير مثال يمكن كازا باتريمون انهم يقدروا يهضروا على لوف كولتورال ولا وزاره الثقافه يقدروا يهضروا على لوف كولتورال احسن مني، ولكن نعطيكم غير دليل على ان المحمديه فيها منشاف. خصنا نعرفوا لوف كولتورال انه مثلا كازا ميموار كدير سنويا لي جورني دو باتريمون، وانا بنفسي حضرت اون جورني دو باتريمون اللي كانت ديديي المحمديه يعني وتعرفت على مدينة المحمدية شفتها بمنظور آخر وتعرفت على معالم اللي كنت كندوز وحداهم وما كانوش كيبانو يعني هما كاينين ماشي غير جوج ولا ثلاثة ولكن كاينين بزاف وكازا ميموار كتخصص يوم كامل للتعريف بالمعالم كولتوغيل ديال مدينة المحمدية. اخر شيء يعني هذه ماشي اول مره يمكن غادي نقولها في دي ريونيون بحال هكذا. صحيح انه مدينه الدار البيضاء بخط تشييد ان بالي دي كونغري من قبل كان غيدار في لا مارينا ياك ما بقاش غيدار دابا تما ما راه كيقولوا في بوسبوره ما راه كيقولوا في زناتا اون سي با اكزاكتومون، ولكن لمالا في محمديه بقى في المؤتمرات ماشي بنفس الحجم ديال الدار البيضاء. وهذا هذا مشروع دائما كنقيل كان زعما كان هذه فكره زعما الميريت الواحد كي سوبونش السلام عليكم. كنمثل لاسميت الشركة المغربية للهندسة السياحية. بغيت نقول لكم حنا في الشركة المغربية بغيت نقول لكم حنا في الشركه المغربيه للهندسه السياحيه كنواكبوا واحد خمسه المشاريع اللي كانوا في اطار البرنامج التعاقدي الجهوي ديال الدار البيضاء الكبرى. اليوم واحد البحث في اكسبوزيسيون في المدينه الجديده ديال زناتا لاميناجمون ديال لاكورنيش المحمديه و لو سيت ديال لي كاسكار والشلالات و لا فوغي ديال الوادي المالح و لا زون هيميد ديال المحمديه. هادو تنواكبوهم حنا في اطار البرنامج التعاقدي الجهوي. اللي بغيت نوصل لك السيد الحميد المبرور هو كاين المدينه معروفه بواحد السياحه ديال نهايه الاسبوع وكاين بزاف ديال المشاريع اللي هنا في الخرجه ديال المحمديه في طريق بن سليمان. غير هما تيجيو لنا بواحد الشكاوي ديال واحد السوق بحد اللي تيدار و تيبلوكي الطريق وما كاينش واحد البنيه التحتيه مهمه اللي كتوصل عند المشاريع. بحال المشاريع هادو خصنا نحاولوا نشجعوهم حيت هما تيجيبوا بزاف ديال السياح في المدينه المحمديه معروفه بهذا النوع ديال السياحه. صافي سي هي النقطه اللي بغيت نسالك. باش بالنسبه للمحمديه كما قلت قبيله عندها مؤهلات كبيره كثيره من الجانب السياحي، ومع الاسف الشديد ليس هناك بديل محمديه تمثيليه ديال الهندسه ديال السياحه ولا المديريه الجهويه للسياحه. يعني اي مستثمر لازم ان يراجع المكتب الاداري لتمثيليه الوزاره بمدينه محمديه. ليس هناك لا مندوبيه ولا مديريه ولا مكتب ارشاد السياحه ولا اي شيء.